بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظنا من قبل أن درجة الحرارة مرتبطة حيل بالطاقة الحركية للجسيمات الغازات، فقالوا أن عند ثبات درجة الحرارة، إذا ما غيرنا درجة الحرارة، يكون متوسط الطاقة الحركية لجميع جسيمات الغازات يكون شنو؟ متساوي. يعني أي جسيم غاز تجيبه عند نفس درجة الحرارة راح تلقى متوسط الطاقة الحركية ماله نفس الباجين. إذا عندي أكسجين أو هيدروجين أو نيتروجين تحت نفس درجة الحرارة راح يكون متوسط الطاقة الحركية لجميع جسيماتها متساوي. إحنا نعرف قانون الغاز المثالي PV يساوي NRT. لو أنا قلت يا الحبيب هذا الـ P بخليه بصوب بروحه، حلو، وبقسم الصوب الثاني على الـ V، وقلت لك أنا في هذه الحالة ودي أشرط أن درجة الحرارة ثابتة وأن الحجم ثابت، ماني مغير هالاثنين، معناته هذا المقدار بكبره اللي هو R T على V كله راح يكون ثابت، صح؟ لأن الـ R ثابت والـ T أنا قلت لك ثابتة ما راح أغيرها، والـ V ثابتة ما راح أغيرها. لاحظ شغلة، كذي راح يصير الـ P يساوي N ضرب ثابت، مما يعني أن عند ثبوت درجة الحرارة وثبوت الحجم الضغط يتناسب طرديا مع عدد المولات. كل ما زاد عدد مولات الغاز كل ما زاد الضغط، وهذا كلام قلناه. احنا قلنا اذا زودنا عدد الجسيمات في الاطار يزيد ارتطامها بجدار الاطار، يرتفع ضغط الاطار الى اخر، عشان كذي نتفخ الاطارات في الشتاء، صح ولا مو صح؟ هذا كلام خالصين منه. لكن لو جمعنا اكثر من غاز في نفس المكان شنو يصير؟ شوف معي هالرسمة هذه. هني هذا الغاز كان بروحه، خلينا نسميه الغاز A، تمام؟ في يقول الأنبوبة هذه حجمها 1 لتر وهذه حجمها 1 لتر، كلهم نفس الحجم، تمام؟ كلهم 1 لتر. فهذا الغاز A كان هني في هذه الأنبوبة، الغاز B كان بروحه في أنبوبة ثانية، الغاز C كان بروحه في أنبوبة ثالثة، كل الأنبوبات نفس الحجم كلهم 1 لتر. هذا عدد جسيماته كان شوية، كان ضغطه 200 كيلو باسكال، هذا عدد جسيماته أكبر ضغطه 400، هذا أكثر ضغطه 500 إلى آخره. بعدين حطيناهم كلهم في نفس شنو؟ الأنبوبة. هني أبيك تلاحظ شغلة. أول شيء شنو حجم الغاز وهو محطوط داخل الأنبوبة بروحه؟ راح تقول لي حجم الأنبوبة، صح؟ ليش؟ لأن الغاز يتمدد ياخذ حجم الإناء اللي هو داخل. نفس الشيء هالغاز حجمه حجم الإناء اللي هو داخله، وهالغاز حجمه حجم الإناء اللي هو داخله. إنزين لما حطيناهم كلهم ويا بعض شنو حجم كل واحد فيهم؟ أبي حجم الأزرق وحجم الأحمر وحجم الأخضر، شنو حجم كل واحد فيهم إذا ما تفاعلوا؟ طبعا أنا راح أقول لك حجم الأزرق هو حجم الأنبوبة، شوفه منتشر، صح؟ ماخذ حجم الأنبوبة. وحجم الأخضر هو حجم الأنبوبة، ليش؟ لأنه منتشر بعد. وحجم الأحمر هو بعد حجم الأنبوبة، ليش؟ الغازات يا جماعة الخير فيه فراغات بينها، معناتها لما أخلطهم أنا كل واحد فيهم راح ياخذ حجم الأنبوبة كما لو كان لوحده في هذه الأنبوبة، تمام؟ إذا لما أسألك شنو حجم الغاز هني تقولي والله لتر. إنزين نفس الغاز إيه هذا لما خلطناه ويا باقي الغازات كم حجمه؟ هم لتر يا حجي، منتشر بكل مكان بالأنبوبة. تبي الدليل الرسمي على هالموضوع يا جماعة الخير؟ أنتوا قاعدين بدار، قاعدين بغرفة، الغرفة فيها هواء، صح؟ أكثر من 70% من الهواء نيتروجين، 23% من الهواء أكسجين. قصدك أن النيتروجين حاكر الأكسجين بزاوية؟ إذا أنت قاعد هالصوب ما تنفس أكسجين لازم تروح تدور الربع اللي فيها أكسجين تنفس؟ لا يبا، الأكسجين منتشر في كل مكان مثل ما أن النيتروجين منتشر في كل مكان، بغض النظر منه أكثر منه أقل، كلهم منتشرين وماخذين حجم الغرفة. عيل استاذ شنو الفرق؟ يعني شنو اللي صار هني لما خلطنا الغازات؟ الفرق سلمك الله أنه شفت هذا الحبيب كان بروحه هو اللي صدم في شنو؟ جدار الأنبوبة، لذلك كان له ضغط. لكن لما حطيناه ويا الباجي هذا يرجع بالجدار وهذا يرجع بالجدار وهذا يرجع بالجدار صار شنو؟ صار الضغط اللي في الأنبوبة هذه هو مجموع ضغط هذا ومجموع ضغط هذا ومجموع ضغط شنو؟ هذا. ليش؟ لأن كلهم قاعدين يكفخون وين؟ في الأنبوبة. إذا صار عندي مفهوم جديد، مفهوم اسمه الضغط الجزئي. إذا صار الغاز مع مجموعة من الغازات ها مخلوط وماخذ حجم الإناء فيكون له ضغط جزئي. إذا جمعنا كل الضغوط الجزئية
الضغط الجزئي مال الأزرق والضغط الجزئي مال الأحمر والضغط الجزئي مال الأخضر، وجمعناهم كلهم راح يطلع لي كل الضغط اللي داخل الإناء ويسمونه الضغط الكلي. لاحظ هني 200 جمعناها مع 400 جمعناها مع 500 طلع لنا 1100 كيلو باسكال، هو الضغط داخل هذه الأنبوبة. خلونا نكتب هالكلام رسمي. قال لك الضغط الجزئي هو الضغط الناتج عن أحد مكونات خليط غازي إذا شغل حجما مساويا لحجم الخليط، يعني حجم الأنبوبة أو الإناء، عند درجة الحرارة نفسها. نفس الكلام اللي قلناه بالضبط بس هذا باللغة العربية. الضغط الكلي هو مجموع الضغوط الجزئية للغازات المكونة للخليط، P total يعني كلي، total يعني كلي، تمام. هو P1 P2 و P3، وإذا كان في غاز رابع غاز خامس إلى آخره، مجموع ضغوط الغازات الجزئية مثل ما قلنا قبل شوي. هذه مسألة بسيطة، يقول لي احسب الضغط الكلي لخليط غازي في أكسجين ونيتروجين وهيليوم إذا كانت الضغوط الجزئية للغازات، وعطاني البي مال الهيليوم والبي مال النيتروجين والبي مال الأكسجين. أنا قلت الضغط الكلي يساوي مجموع الضغوط اللي موجودة، فراح يكون مجموع ضغط الهيليوم الجزئي زائد ضغط النيتروجين الجزئي زائد ضغط الأكسجين الجزئي. عندنا أحد غيرهم في هذا الخليط؟ ما عندنا. يلا عوض بالأرقام، راح أحط مكان الهيليوم 26.7 زائد مكان النيتروجين 46.7 زائد مكان الأكسجين 20، لما أجمعهم راح يطلع لي 93.4 كيلو باسكال، وسلامات. هذه المسألة ما لها شغل لا بدالتون ولا بالفصل اللي درسناه كله، بس محطوطة بتقويمك، فأنا مضطر أني أشرح لك إياها، ولا أدري بأي فيديو أحطها فحطيتها هني. شوفوا يا، يقول لي يحتوي وعاء حجمه 0.1 لتر على كذا كذا جزيء، عند ضغط يساوي ودرجة حرارة ومش عارف إيش، من النسبة المئوية للحجم الذي تشغله الجزيئات مالت الغاز إذا كان حجم الجزيء كذا. أنت شنك قاعد تقول لي؟ والله شوف، أنا عندي غرفة فيها مثلا 4 طلاب، الطالب الواحد وزنه 75 كيلو، شنو والله وزن الطلاب بالنسبة حق حجم الغرفة، أو حجمه 75 لتر، الغرفة حجمها 1000 لتر، شنو حجم الطلاب بالنسبة حق حجم الغرفة؟ راح أجمع هذيلا كل واحد 75 لتر ضرب 4، راح يطلع لي كم حجم الطلاب، وأقسمه على حجم الغرفة كلها يطلع لي النسبة. هذه رياضيات يعني، ما أدري ليش مدخلينها في منهجكم. الحين راح نحلها. احنا ندري ان عندنا حجم الجزيء الواحد من الهيدروجين هذا هو، تمام، وندري ان عندنا كم جزيء هذا العدد. اذا حجم جميع الجزيئات راح يساوي عددها 3 × 10^20 ضرب حجم الجزيء الواحد. وهذا راح يعطيني 3 × 10^20 الجزيئات، راح يكون بالملي طبعا. خلصنا، طلعت حجم كل الجزيئات. انزين انا عندي حجم الوعاء صح؟ خلاص، اذا اقول النسبة المئوية تساوي حجم كل الجزيئات هذا تقسيم حجم الوعاء اللي هو شنو باللتر. ماكو شيء غلط؟ مبلى. الغلط ان هذا كان بالملي لتر، لازم احول لتر عشان تصير نسبة صحيحة، فراح اضربه ب10^3 او اقسمه على 1000. هي لا تقولي ليش ضربت ب10^3، يعني قسمت على 1000، تمام، ضرب 100، وهذا راح يعطيني بالنهاية نفس الرقم اللي أنا بادي فيه بالمية. يا رب تكونوا استفدتوا، والحمد لله رب العالمين.